بسم الله، السلام عليكم، معكم ماجد. تخيل اليوم معنا حلقة معنا مجموعة تطبيقات نتكلم عنها. طبعا هذا يعتبر الحلقة الفعلية الأولى. الحلقة السابقة كانت تعريفية عن السلسلة، وتكلمنا فيها عن سوق جوجل بلاي وشرحنا فكرته وطريقة التعامل معه، بالذات طبعا يخص مبتدئين مستخدمين اندرويد الجدد. فكان إن شاء الله إنه كان مفيد لكم. اليوم نتكلم عن بالحلقة عن تطبيقات اللي تهم المستخدمين الجدد، وش أهم التطبيقات اللي غالبا سوف يستفيدون منها في بداية عملهم مع نظام الأندرويد. طبعا بحط لكم في الأسفل روابط التطبيقات عشان ترجعون لها بالسوق. أول رابط بيكون ما هو تطبيق، بيكون شرح طريقة نقل الأسماء من جهازك القديم إلى جهازك الجديد، أي كان جهازك نوكا أو بلاك بيري أو آيفون، بيكون الشرح موجود وسهل إن شاء الله. هذا ينقلنا على مع أول تطبيق اللي هو جهاز اتصال متكررة عندك. في قائمة الأسماء بتحصل أسماء متكررة ممكن، ففي تطبيق هذا يساعدك على حذف الأسماء المتكررة. طبعا ما أقدر أشغل البرنامج عندي عشان ما يظهر الأسماء وأرقام اللي عندي، فمستعين في الصور الموجودة في نفس التطبيق، في صفحة التطبيق. طبعا بيظهر لك عندك باللغة العربية وليس بالانجليزي. اول ما تشغل البرنامج بيظهر لك الاسماء المتكررة هنا في المربع، وعندك هنا حذف الاسماء. قبل ما تسوي حذف سوي شو عرض الاسماء، بيعرض لك الاسماء بالشكل هذا. بيعرض لك الاسماء بالشكل اللي تشوفونه الان عليه. صح، كل ما عليك تضغط على الزر على اليسار حذف الأسماء، ويتم حذف الأسماء المتكررة. الميزة الثانية في التطبيق إنك ممكن تأشر على الأسماء اللي ترغب أن تحذفها، صرف النظر هي متكررة ولا لا، وبضغط الزر تحذفها كلها بدون ما تضطر. يعني لو حاولت تحذف مجموعة كبيرة من الأسماء عن طريق قائمة الأسماء عندك، بتاخذ وقت إنك تحذف واحد واحد، بس بالطريقة هذه ممكن تحذفها مجموعة مع بعض. نروح للتطبيق الثاني، هو تطبيق صلاتي. تطبيق صلاتي ينبهك على أوقات الصلاة. دوين شايفين في ثلاث تطبيقات مصغرة تحطها على سطح المكتب، شكلها مميز. الأول يوضح لك أوقات الصلاة، والثاني أيضا بس بشكل طولي وهذا عرضي، وهذا الوقت الباقي بين صلاة المغرب والعشاء مثلا أو الظهر والعصر، مع طبعا التاريخ. طبعا في نقاط مهمة. الأولى إنه هو إذا ضغط على خيارات بيظهر لك تحويل التاريخ وبوصلة تحديث القبلة. طبعا هذا عبارة عن ثلاث تطبيقات في تطبيق واحد يعتبر بالشكل هذا. إذا ضغطت على السيتنج هنا بيظهر لك الإعدادات. دائما الإعدادات التلقائية أول ما تنزل التطبيق بيكون عندك تحويل إلى وضع الصامت أثناء الصلاة. إذا دائما تواجه الزملاء مشكلة في هذه النقطة فنبهت هذا تنبيه لكم إذا ما ترغب تحويله إلى صامت. عندك إعدادات التنبيهات، ينبهك وقت الأذان وقت الإقامة، وممكن تحدد النغمة تنبيه الصلاة من خلال التطبيق. وأهم نقطة عند البعض هي طريقة تحديد الموقع، هل يحدد موقعك عن طريق جي بي إس أو عن طريق الشبكة الإنترنت، فهذا راجع لك. التطبيق الثاني بنروح له الآن اللي هو خطوط جالكسي. خطوط جالكسي تطبيق تبع الأخ عبد الرحمن العنزي، يوضح فيه يعطيك فرصة انك تغير الخط حق جهازك. طريقة الشرح بالكامل موجودة في النقطة في المربع الاول. طريقة الشرح كاملة موجودة وسهلة وبتكون مميزة ان شاء الله. الخطوط الموجودة عنده اقرأ الشرح وافهم ايش مطلوب عشان تحمل الخطوط بشكل صحيح. التطبيق الرابع اللي هو سويفت كي، هذه لوحة مفاتيح مميزة جدا، فيها مميز أكثر من ميزة نشرح لكم الآن. الأولى التنبؤ، ممكن تنبأ لك بالكلام اللي ممكن تكتبه بناء على معلومات أخذها من كتاباتك السابقة عن طريق الجيميل أو فيسبوك أو تويتر أو حتى من رسالة SMS. فمثال هنا نكتب السلام عليكم، شوف طلع عليكم وعليكم على طول، والرحمة، آسف، والرحمة مباشرة. فهذا يعتبر تنبؤ بالنص اللي انت ناوي تكتبه، هذا يوفر لك وقت. طبعا الميزة الثانية
وجود الحركات اللي في التشكيلات الشدة والهمزة. الميزة الثالثة اللي هي الأسهم اللي هنا، في الحقيقة فعلا مميزة وتختصر عليك وقت في التنقل بين الأحرف، بدل إنك تستخدم يدك لتحديد المنطقة اللي بتعدل عليها، ممكن عن طريق الأسهم مباشرة تعدل عليها. التطبيق الخامس يعني يوم اللي هو التطبيق، هذا عبارة عن نغمات، تطبيق النغمات يعتمد على اللغة الإنجليزية. يعني تكتب إسلام هنا يطلع لك النغمات الموجودة أو صفحات خلفيات أو التنبيهات، نغمة التنبيه غير نغمة الرنين. إذا ضغطت مثلا على رغم نغمات الرنين اللي موجودة ظهرت لك، مثلا تضغط على هذه هنا بالزر الأزرق هذا، ممكن تبدأ تحمل التطبيق، تحمل النغمة الانفورميشن الآي، نسألك تظهر لك حجم التطبيق ومعلومات ثانية عنه. طبعا مجاني التطبيق، مجاني، النغمات كلها مجانية. أنت ممكن تحمل نغمات، تدخل موقعهم على الإنترنت وتحمل النغمات اللي ترغب تحملها، الناس أو خلفيات. طبعا إذا حملت المقطع الصوتي بيظهر لك بالشكل هذا على اليسار، تضغط على سد وتحدد إذا بتحطها نغمة رئيسية أو شخص معين أو تنبيه تكون. هذا ما كان عندنا اليوم، تابعونا على تويتر، اشتركوا معنا في قناة يوتيوب. أي استفسارات موجود أنا على الجيميل، وموجود دائما إن شاء الله على الشات فيسبوك. ممكن تزوروا موقعي ماجد بلاك، وهذه كانت أول حلقة وأنتظر تعليقاتكم. شكرا والسلام عليكم.